الفقرة الطبية، وأحلى لحظة يمكن وأجمل شعور ممكن يعيشوه الأهالي لما يطلع السن الأول لطفلون. هون بتبلش تظهر الأعراض والعلامات على الطفل وتعتبر من أصعب مراحل نموه. لهيك اليوم رح نحكي عن الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية اللي بتظهر بفم الطفل من السنوات الأولى من حياته، وطبعاً بيتغير موعد بدء التسنين بين الأطفال، فبيتراوح بين الشهر الرابع والشهر العاشر من عمر الطفل. فيمكن يا ليلى ما في داعي لقلق الأهالي بالموضوع. تماماً، بيبدأ تساقط الأسنان عند الأطفال بعمر السادسة، يعني بسن السادسة من عمرهم يبلش تساقطهم تدريجياً، لكن أحياناً الأهالي بيتبعوا عادات أو أشياء سلبية ممكن تضر بنمو الأسنان المؤقتة. لهيك رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وشو هي الأساليب اللي لازم اتباعها مع الأطفال في مرحلة نمو الأسنان المؤقتة أو لحتى يوصلوا لبنية أسنان الدائمة سليمة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم الدكتورة ديانا أقبيق، اختصاصية في طب الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نعرف شو بنقصد اليوم بالأسنان المؤقتة. هلا الأسنان المؤقتة هي الأسنان البدئية اللي بتبلش بالبزوغ أو الظهور بفم الطفل بعمر مبكر، يعني بتبلش هي تقريبا من 6 شهور بالبزوغ لحد 2 لـ 2.5 سنين. خلينا نحكي عن العادات الغذائية اللي بتضر بالأسنان عند الأطفال، العادات الخاطئة. هلا العادات الخاطئة اللي بتضر عند الأطفال بالتسنين المؤقت هي كثيرة بصراحة، بس رح نحكي عن الأكثر شيء بتلاقيها شائعة. هلا أكثر شيء ممكن تلاقي في عنا عادة مص الإصبع، تلاقي الطفل صار مثلا عمره 6 سنين أو 7 سنين ولسه عنده تماما لسه عنده هي العادة، ممكن أهله ما عالجوا له إياها بفترة مبكرة، فهي ممكن مع الوقت مثلا تغير شكل العضة عند الطفل، تعمل له عضة مفتوحة، تعمل له تشوه بنمو الفكين. تمام. فينا نقول كمان عادة انه الطفل ينام وهو عم يشرب حليب بزجاجة الرضاعة، بيكون دائما الحليب محلق، فهذا الشيء كمان ممكن يعمل نخور طفولة مبكرة. ممكن في عنا عادة كتير متداولة انه الطفل قبل ما يسقط السن المؤقت بيقلعه هو لحاله، بيلاقي السن تحرك فهو بيقلعه لحاله، وبالتالي هذا كله بيأثر لبعدين على بزوغ الأسنان الدائمة. حتى كمان في أهالي أحيانا بياخذوا الطفل لعند الطبيب إنه هنن هيك عم يتساقطوا أسنانه، خلينا نقلع له ياهن ونخلص رح يطلعوا الأسنان الجديدة. تمام، هذا الشيء كثير غلط، لأنه أي سن مؤقت رح ينزل قبل وقته، ممكن كمان هنن عم يقلعوا له السن يعملوا رد، هذا الرد يكون على برعم السن الدائم، تلاقي السن الدائم طلع كمان بطريقة مثلا منفتل أو بشكل مشوه. تمام. طيب بعد ما تعرفنا على العادات الخاطئة خلينا نوضح أهمية الأسنان المؤقتة أو اللبنية. هلا طبعا الأسنان المؤقتة أهميتها، أول شيء أهميتها هي مثل لنفترض الأسنان الدائمة، يعني كيف الأسنان الدائمة لمضغ الطعام. تمام، الأسنان الدائمة لمضغ الطعام نفس الشيء الأسنان المؤقتة. كمان في عنا النطق، قديش الأسنان هي بتساهم بالنطق، بتساهم بلفظ حروف معينة. كمان في عنا هلأ بتلاحظي إنه الأطفال اللي بدلوا أسنان مؤقتة بشكل أبكر مثلا بتلاقي صار في عندهم قلة ثقة شوي بنفسهم، إنه مثلا الأسنان لنفترض العلوية الأمامية فقدوها بشكل مبكر، بتلاقي صار عنده الطفل قلة ثقة بنفسه، فهي كمان لتحسين المظهر الجمالي، وبصير الطفل عنده مظهر شوي لائق حتى قدام أصدقائه، بتلاقي إنه ما عاد عنده هذا الخجل. تمام. كمان فينا نقول إنه هي دائما وقت تحافظي على الأسنان المؤقتة فأنت حافظتي على بيئة سليمة لنمو الأسنان الدائمة، هذا الموضوع كتير مهم. كمان فينا نقول إنه الأسنان المؤقتة هي بتحفظ مسافة ضمن الفكين، أول شيء لنمو الفكين، ثاني شيء لبزوغ الأسنان الدائمة. تمام. هلأ في كتير كمان من القصص أو العادات الخاطئة اللي منعرفها قبل، ويمكن لساتها أنه ما بعرف إذا هي خاطئة أو لا، أنا عم بحكي من عندي. العضاضة اللي بيستخدموها للطفل بمرحلة أنه هي أنه عم بيحك اللسة أو عم بيحك أسنانه، هي صحية أم لا؟
هلا ممكن يعني لفترة معينة اوكي تكون مقبولة، بس مو وقت طويل. اللي انا بشوفها لسه انه مضرة اكثر في عندك اللحية تبع الطفل، هي اذا ضلت لفترة طويلة يعني افترض اكثر من سنة ونص او سنتين، هي كمان كيف عادة مس الاصبع ممكن تعمل تشوه بعدة الفكين، تشوه هيكلي حتى وليس سني، بهيكلية عظام الفكين نفس الشيء اللحية ممكن تعمل. قديش نحن ما مندرك انه خطورة هاي الاشياء يعني لمرحلة معينة، انه معقول اللهاي ممكن انه تأثر على الاسنان. ايه تماما، مفكرة انه هي شغلة بسيطة. خلينا نحكي عن اهم طرق العناية بالاسنان هلا الاطفال يعني. تماما، طرق العناية بالاسنان المؤقتة يعني فينا نقول هي كتير قريبة لطرق العناية بالاسنان الدائمة. تماما. هلا بس في عنا شغله انه بالاسنان المؤقته هي المينا بتكون اضعف من الاسنان الدائمه، فدائما نحاول نخلي الطفل، تعرفي الاطفال كثير بياكلوا كميات سكريه كبيره تمام، والمشروبات الغازيه، بنحاول نقلل كميه، يعني ليس كميه عفوا، تكرار. يعني انا مثلا بدل ما اكل 5 مرات باليوم سكر بخلي طفلي مثلا ياكل مرتين، قلل تكرار اكل السكر، فرشاية الأسنان بعد كل وجبة طعام. هلأ نحاول ندرب الأطفال من عمر صغير على موضوع الفرشاية، يعني مثلا أنا والمفروض أصلا تنظيف الأسنان أو فرشاية الأسنان يكون عند بزوغ أول سن، يعني مو أنا أنطر لحتى يصير الطفل عمره 5 6 سنين لحتى بلش عارفه أنه في شيء اسمه فرشاية أسنان. بيقدر بهذا العمر أنه الأهل أو حتى هو الطفل أنه يقدر يفرش أسنانه حتى لو؟ لا هلأ وقت بيكون عمره أقل من 6 سنوات يعني حتى أقل من 6 سنوات لسه ما بيكون بازغ عنده ولا سن دائم. طبعا الاهل بدهم يقوموا بهي العمليه، لانه اكيد الطفل حتى ما رح يفهم وين سطوح الاسنان وين بده يقوم بتنظيف أكيد. الاسنان، بس المفروض على عمر 6 7 سنين لازم الطفل هو يفرش اسنانه لوحده. يعني دكتوره يمكن الشيء اللي بيخوف الاهالي اليوم انه الطفل يتاخر بالتسنين، خلينا نوضح شو سبب تاخر الطفل بظهور الاسنان. هلا تاخر في كثير له عوامل. هلا ممكن اذا ما نجي نفترض في عوامل جهازيه، مثلا في عنده مثلا امراض معينه ممكن تؤدي لتاخر النمو الاسنان، بس هي يعني بتلاقيها ملاحظه بصراحه، لانه دائما الامراض الجهازيه بتكون مترافقه باعراض ثانيه مو بس تاخر ظهور الاسنان، غالبا بتلاقي بيلاحظوها الاهل وبيروحوا لعند الطبيب بيكتشفوا هذا الموضوع. فينا نقول الامور الشائعه اللي بتخلي انه الاسنان الدائمه تتاخر بالظهور، او قصدك الاسنان المؤقته؟ لا الدائمه والمؤقته. تمام. الاسنان الدائمه هلا ممكن اذا صار في سقوط مبكر، مثلا صار الطفل عنده حادث، تعرفي الاطفال بيلعبوا ممكن يوقعوا ينكسروا اسنانه، هي القصص ممكن مثلا تعمل رد على السن، على برعم السن الدائم، فبتلاقيه ما ظهر بوقته الصحيح. في حال طلع يمكن بطريقه غلط ممكن ياثر على شكل الفم على اللسان؟ طبعا تمام. طبعا ممكن ياثر، ممكن يطلع بطريقه، بتلاقيه بقى بيحتاج الطفل بعد فتره ل طب شو السبب انه بيطلع بطريقه خاطئه؟ ممكن يكون المؤقته كانت طالعه بهي الطريقه فبيطلع الدائم بهذا الشكل، اما لا ما بياثر؟ لا ما دخل، بس اذا كانت طرق العناية بوقتها بالأسنان المؤقتة أو الأسنان المؤقتة تعرضت لرد معين، أو كانت ببيئة جرثومية معينة، مثلا الطفل أسنانه كلها منخورة أو فيها مشاكل، أكيد البراعم الدائمة حتكون متأثرة. هل غذاء الأم أثناء فترة الحمل له علاقة ببنية أسنان الطفل؟ أكيد بنية السن أكيد بتعتمد على نسبة الكالسيوم، بتلاقي دائما إذا نسبة الكالسيوم بالدم عند الطفل منيحة بتلاقي بنية مينا الأسنان عنده قوية، والعكس صحيح. يعني هون لازم الأم بفترة الحمل تركز على غذائها والعناصر اللي لحتى يكون طفلها يجي بأسنان سليمة، صحيح. أو بعدين الأسنان اللبنية وبعدين المؤقتة، هدول كلها يعطون عوامل مؤثرة. صح. وفي نقطة الأمهات ما بينتبهوا عليها، إنه جراثيم النخر هي على فكرة معدية،
يعني ممكن الأم إذا كانت هي وقت بيكون الطفل صغير مثلاً تأكل من معلقته والطعميه بعدين الطفل نفس، فهي ممكن تنقل له جراثيم النخر. تمام، خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم نحن كل فترة نشيك على دكتور الأسنان لأطفالنا، نعرف إذا عندهم مشاكل، إذا عندهم تسوس أو نخور، لأنه بتلاحظي بالسنوات الأولى ملاحظ في كتير تسوس، في كتير إصفرار، فقد ايه مهم أنا اليوم أخذ طفلي للطبيب من عمر صغير أعرف إذا عنده مشاكل مشان يعني يريحه من العلاجات لبعدين. طبعاً كتير مهم، يعني أهم شيء استشارة الطبيب، دائماً الطبيب بيكشف لنا مشاكل نحن ما لنا منتبهين إلها وبيوجهنا لطرق عناية هي يعني بتحافظ أو بتمنعنا من إنه نوصل لمشاكل كتير كبيرة. أكيد يعني هذا الموضوع. بأي عمر ممكن نحن نبلش بهي الجلسات أو ممكن نحس الطفل بحاجة إنه لحتى يزور طبيب الأسنان؟ أكيد مرحلة الأسنان المؤقتة، يعني حتى وقت يكون الطفل كتير صغير طبعاً ضروري، حتى ممكن يكون في عنا مشاكل بالفكين تكون هي واضحة بمرحلة مبكرة فلازم الطبيب يكون على اطلاع عليها. تمام. خلينا هيك بالختام نعطي نصائح اليوم للأهالي بالأطفال لحتى الاثنين هيك يحافظوا على صحة أسنانهم. هلأ شو الممنوعات شو المسموحات عشان ما يأثر عليهم. تمام، هلأ النصائح غالبا بدها تكون أول نصيحة استشارة الطبيب، ثاني نصيحة بده يكون المحافظة على الأسنان ممكن ما تكون كتير بطرق صعبة، هي أهم شيء طريقة التنظيف بفرشاة الأسنان. هلأ بالأسنان الدائمة إذا بدنا نحافظ عليها ممكن نستخدم الغسولات الفموية، الخيوط السنية، ونتجنب العادات الرادة مثلا للأسنان. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وهيك لأطفالنا دائما السلامة والصحة بكل شيء.